السلام عليكم، مساء الخير عليكم. معكم مستر شادو، واليوم غنديروا رياكسيون على التراك اللي لحنا انفلو وبابيدو مام ام فاين، اللي هي بالدارجه الوالده انا بخير والحمد لله. نتمنى كل شيء يكون مع ميمتو بخير. المهم فاميلا، بالنسبه لانفلو وبابيدو راه دراري ولاد كازابلانكا كي ريبريزونتيو درب السلطان، درب السلطان العماله. وتبارك الله راه ديك العماله راه فيها شي رواب راه ما يمكنش زعما والله حتى النيفو لا ديال بصح. باش نبدا نجبد السميات راه صراحه راه ما غنتقاداش، هادي راه خاصها ابيزود. ندخلوا على هاد الرياكسيون هادي ونشوفوا التراك. عرفتي واحد القصه، المهم حتى نعاود لكم بلانات ولعيبات وسط الرياكسيون، داكشي خفيف ظريف. انت ولا انت الا كنتي اول خطره كتفرجوا فيا وعجباتكم الرياكسيون، نعاود نقولها وعجباتكم الرياكسيون، نزلوا تحت خلي لنا واحد لايك وسبسكرايب وشي كومونتير زوين. حالكم راه كنقراهم كنجاوب عليهم كاملين. بداو الرياكسيون ديالنا. ماما فاين انفلو فيت بابيدو ديريكتد باي ياسين مورين. ياسين مورين اللي هو واي ام، تسنى واي ام عرفتي هو في الراب. واو واو ما نعاودش ليكم. ستارينغ علي الخال، ويلي ويلي على علي. الله 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 شكون ماما ام فاين مشاكل تاتني نادوي بدا كان ام ضوي فاش انا كون طايش نجي لك تحتاي نجي ضلي عماي فيك ما خاب ضني ناري داخلين بروفرا على ما بان ليا باخ ترى باينه يكون تراك تيماتيك ناري ترى ما يمكنش هذه البديه وترى هذه غير البديه والله يا فاميلا الا كنطيح لكم على التراكات والله حتى غنقي بالله عرفتي التيزر وانا نقول التراك هذا غيكون نقي غندخل عليها من الاخر ماما ام فاين عالي لا 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 مهم فاميلا بالنسبه للدري عالي راه دانسر في كازابلانكا راه معروف ديال بصح كلشي كيعرفوا الدري عالي تبارك الله دانسور نقي ديال بصح وعندو ما يقول من الاخر مشاكل تاتني نادوي بدا كان عم ضوي ايه فاش انا كون طايش شليك تشي حدايا نجي ضلي عاتي بان ليا بحال كيعاود على الوالده ولا شي لعيبه من السميه ديال التراك ديال مام ام فاين راه كيهضر على الوالده ديالو جميل عماي فيك ما خابتني انفلو زواني فلو في وزاري لابس خمار مدري كدي الصح صح باكي دار ماشي لي ام زمان لي شوف كي دار مكراتش نسالي في جباتي دينار قلب راه طافي كل لا فايب راس ناسي وليت كتقولو صايب حنا ندي كتشكالي لي خايب يا ربي نجي ولدي من المصايب واخ ويلي ويلي الانفلو با 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 والله حتى الانفلو طلع النيفو ديال بصح انا راه الانفلو راه متبعو فهمتي من يالله بداو اللعيبات فهمتي بقى غادي دقا 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 ولكن من مورا البولفار وداك الشو اللي حضرت ليه في البولفار راه ما يمكنش اللي مازال ما شاف الشو ديال الانفلو وايو ادر في البولفار يدخل يشوف واش راه واحد البيرفورمانس واحد الجهد اما نعاودش ليكم. المهم دخلوها طابيوها بحال هكا ديروها البولفار 2024 ديال هذا اللي داز وكتبوا الانفلو وشوفوا راه واحد الشو واحد التقصار ما يمكنش انا بعدا فهمتي قنعوني ديال بصح والدراري تبارك الله عليهم من الاخر. وبابيدو راه ديجا شارك في البولفار ديال 2023 وتا هو تبارك الله قصر شو واعر وسبونس راه تكلاسا تروازيام الدراري تبارك الله راه ناضين ما نحتاجش نهضر عليهم فهمتي انا ديجا كنعرفهم فهمتي راه بحال خوتي ولكن شوف حاليا كيقنعوني في الراب سالينا كملوا من ديما كتقول لي صعب لها في الدنيا يدومو كلهم غادي يخونو لي فاك في اصلو صومو طريق طويل وغادي نكمل صولو داو كان راجل من طريق ما هياش كبرتيني راجل وغدا لا لا تسمحوا لي غنعاود هاد البارتي هادي واه انتوما فين كنتو مخبيين هاد الجهد الدراري عرفتي شحال هادي ما سمعتش في تراك بحال هكا تيماتيك ولا عيباش ترى كلشي ولي دابا كيهضر لك ايكو ايكو كيلوح لك تراك ايكو كيشير من هنا دبانه فرمانه وسط شرجم منقزه من حيط
اسمعوني اسمعوني التيماتيك كي دايره، اسمحوا لي انا ارجع واحد شويه. كلهم غادي يقولوا لي فاك في اصل صولو، كلهم غادي نكمل صولو. داو كان راجل من طريق ما هياش، كبرتيني راجل وغدر ما فياش، خاتجيني فرصة غادي نصفيك، اما دابا غادي نقول لك ماما. وترى ما قالوا ان فلو تا ان فلو، ترى صافي انت راه شديتي الفلو مع شنو درتي ليه. المهم بزاف كيقصر فوق البيت وما يمكنش. فاين مشاكل تاتني نادا وي بداك انا مضوي ايه فش. ترى من الاخر شي من الوالدين راه الصراحة حياتك راه كتبقى مضوية من الاخر. الوالدين او كما كنقولوا راه الجنة تحت اقدام الامهات، اللي عنده شي والدين الله يخليهم ليه، وبجهد الوالدين راه بنادم كيوصل من الاخر سالينا. تهلا في والديك وين فوا، تهلا في والديك راه ربي غيسهل عليك دنيا واخرة من الاخر. انا كنت طايش انتي اللي كنتي حدايا انتي ضلي، عمري فيك ما خاب ضلي على بابيدو. ماما ام فاين مشاكل تاتني نادا وي بداك انا مضوي ايه فاش انا كنت طايش فاش انا كنت طايش. بنادم فاش كنكون طايش ايامات الصغر واللعيبات والمصايب ديال الدنيا والدين كيديرهم، شكون اللي كيكالي عليه السعره في الاخر؟ الوالدين وسيرتو الوالده ديالو هي اللي كتكالي عليه. ناري عرفتي فاش فكرتوني الدراري والله ترجعتوني الله. شلي كنتي حدايا شلي كنتي عمري فيك ما خاب ضني هي كباتنا كنا شخدم صباح في الليل ام حنونا قالوا لي غيشنا من تحت شليهم وانا كنقول تحتهم الدنيا كلها. فاميلا راه فحالكم انا راه كنقرا لي بارول وكنسمع. المهم انا اللي نقول لكم حاولوا تدخلوا عند الدراري وسمعوا التراك على راحتكم وتكونسونطراو معاه، راه والله حتى غيعجبكم ديال بصح. هادي خذوها من عندي، شي اللي ما عجبكمش التراك هذا راه صافي راه الاخره كما كنقولوا والله. بقاو في دماغي شي لقطات حنيت لاش الحق قصاج كبن حلال الوقت قاماطات ماما باش نعوضك خاصني انا نكون صوفاج ما نسيش بابا المحوم في بادي كبني كباب لو قد بدل فايش وصميتها وسط بنادم مالادي معهم طاشة وخليها فينا ما وو. فاميلا هادي من الاخر هاد البارتي هادي والله حتى قصه واقعيه بالله. لحقاش مسكين بابيدو مؤخرا راه كان توفى ليه الوالد ديالو، هانتوما سمعوا هاد الكوبلي هذا واه. المهم انا فهمتي حيت كنعرف الدراري واللعيبات وحق الله التراك هذا والله الا مكتوب من القلب وحق الرب العلي العظيم واو بزاف بابيدو والله حتى بزاف بالله. انا كنت صوفاج ما نسيش بابا المحوم في بادي كبني كباب لو قد بدل فايش وصميتها وسط بنادم مالادي معهم طاشه وخليها فينا ما منعيش هكا ونجي باب كشافي ما نكونش داصه ويكون قلبي صافي كان شي قاف وكنعول على الله نعوض ماما وبابا باللي بغا. اييه سمعت اش قال لك نعوض ماما وبابا ربي اللي بغاه الله يرحمه يا ربي امين وجدد عليه الرحمات يا ربي يا ربي. ماما ام فاين مشاكل تاتني نادا وي فرقعك انا مضوي فاش انا كنت طايش نجي لك تجي حدايا نجي ضلي عمري فيك ما خاب ضمي. عتي راه الوالة هي كنت داير مع انفلو وكان معايا الليبرمان والليبرمان راه شاهد عليها ديك الساعه الا كنت سبقت انا الليبرمان المهم كان عندنا واحد البلان ودزت عند الدراري القهوه ولقيتهم كيمونطيو في هذا الكليب هذا وحق الله عليه العظيم لقيتهم كيمونطيو فهمتي ما بغيتش نقول لهم وريوني واللعيبات ولا هذا انفو والله الا طليت على واحد اللقطه دغيا ما كامله حتى 10 ثواني بحال هكا وانا ندير ديك الرق وانا نقول الدراري ها هو الليبرمان جا وما يخرجوا سلموا عليه وهذا طن ويا ديك مشينا قضينا الغراض. ولكن ياسين خويا خليت كتمونطي الكليب الله يتا ما عندي ما يسالك خدمه نقيه ديال بصح وعطيتيه الخاطر وحق الله وما كنتش متوقع باللي راه تخرج هاد الكاليتي هادي وهاد المونتاج هذا زعما تبارك الله عليك من الاخر. ياه الله يلا توحشنا التيماتيك بالله
ايوا علي هاي الدوب ياسين مورين اللي هو الواي ام برود باي جيك فور بيتس. اوكي ريك اوكي لا اللي داري ريك دار في الهاوس ريكوردز لا الله تحيه لك ربيع كنشوفك من هنا الميكس والماسترينغ تا هو الهاوس ريكوردز ايه تا تريبل 7 تا هو خدم في الماسترينغ والميكس راح قلت راك طالع ناطي ديال بصح جميل الله يلا جميل هذيك عليك ماتش الله يتم ماتش. المهم الفاميلا كما كتشوفوا راه جيت نيشان ودخلت على الرياكسيون طرا كنقيد يلا بصح كنتمنى الفاميلا تدخلوا تشوفوا الكليب تاتوما ودخلوا عندي لي كومونتير وخليوا لي الراي ديالكم ملي تسمعوا التراك كامل عند الدراري. المهم دخلوا عندي وقولوا لي واش عجبكم ولا لا فاميلا باش ما نطولوش كانت هذه الرياكسيون ديالنا على التراك ديال انفلو وبابيدو مامام فاين. الى عجبتكم الرياكسيون نعاود نقولها الى عجبتكم الرياكسيون ما تبخلوش عندنا نزلوا تحت خليوا لنا واحد لايك وسبسكرايب وشي كومونتير زوين بحالكم. شكرا لكم بزاف وكان معكم مستر شادو والسلام عليكم.